قدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي شريف محمد زين بيانا صحفيا حول الاتهامات الموجهة إلى البلاد من قبل جمهورية غينيا الاستوائية ومحاولة الانقلاب الفاشل من قبل مجموعة عسكرية. جزء من هذا البيان. قام الرئيس إدريس دبي إتنو كوزير خارجية كلفاني ومع وفد مشينا في غينيا الاستوائية، قابلنا رئيس غينيا الاستوائية فقامت أوبيان جما يوم 3/1 ووصلنا له رسالة دعم وتضامن من فقامة رئيس تشاد بعد ما حصل هذا محاولة انقلاب في غينيا الاستوائية. الرئيس إدريس ديبي إتنو بعتبر يعني هذا الزعزع في غينيا الاستوائية كتحدي لكل الدول هنا السمات، يعني ما شيء بخص وهذا غينيا إيكواتوريال، علشان كده هو بالشدة رفض هذا العمل وقال هو مستعيد كتشاد وكرئيس المجموعة السماك علشان يجيب كل الدعم لسلطات غينيا الاستوائية والكاميرون علشان البحث يكون في شيء ما حصل ونعرفه كم ناس فوق في هذا العملية الإجرامية ومن وين حصلوا السلاح وكيف قدروا وصلوا في غينيا إيكواتوريال علشان نلقوا حل عن الأمن عن الغينيا وعن دول المجموعات السماك. كما تعلمون بعد ما حصل هذا المحاولة الإجرامية أكثر كثير تشاهدين حوالي 60 سجنهم في ملابو وفي مونغومو والرئيس طلب من رئيس هان الغينيا الاستوائية أن يحمي التشاهدين ممتلكاتهم في هذا البلد، يحفظهم علشان ناس ما عندهم أي جريمة ما يكونوا مسجونين أو في توتر. ورئيس الغيني قال هذا شيء هو ما عنده خبر كده، الناس كربون في الملابو التشادين، قال ناس المخصم شيء ده إلا ناس في حدود ده جايين بالسلاح ما تشادين كله. وبعد ما نحن قدرنا ملابو الرئيس كان أمر ومن 60 تشادين الكربون ده ناس عندهم أوراق هنام أنا إقامة في غينيا السويدة كله خلوهم، والباقيين قالوا ما عندهم أوراق ده يعني يشوفوا ما تشاد وشان يقبلوهم تشاد، لكن ما يكونوا في السجن. كما قدم في هذا البيان حصيلة الاجتماع الأمني المنعقد مؤخرا ومشيرا إلى تورط 40 شخصا في هذه العملية من بينهم جادي الجنسية. نتابع ما جاء في هذه الجزئية. كنا في ياوندي كاميرون وقابلنا وزير العلاقات الخارجية مع مسؤولين عن الأمن في هذا الدولة، علشان كما تعرفون ناس المجرمين الماشين غينيا بعملوا العملية كل كربهم في حدود بين الكاميرون وغينيا الاستوائية، كربهم في كاميرون بنوسان الكاميرون هم حوالي 40 ومن دونهم تشاهدين بعد ده يعني لقينا معلومات من ناس القاعدين بعملوا انكيت وقالوا نادم العملية ده يعني أساسا وأنت تمويل هو من غينيا الاستوائية وحاليا موجود كلاجئ سياسي في أوروبا.
ونادم الهني كلفوه عشان يعمل العملية ده اسمه محمد كودوباني، اصلا هو تشادي لكن هو ما جنرال هنا جيش الوطن التشادي زي ما هسه بقولوا في اذاعات، وما حتى ما في جيش التشاد كجندي. ولقينا معلومات من السلطات الكاميرونيه انه هو عنده كمان زوجه كاميرونيه، وعنده بيت في مروه، وعنده بيت في ياوندي. يعني بوصف ان نادم معروف هناك تشاد، يعني يكون مبسوط يعني بالجهد اللي عملوه الجهاز الامني في كل هذا الدول علشان يوقفوا هذا العمليه الاجراميه قبل ما يمشي يحصل في جينا الاستوائيه. وينادي كل الدول هنسمعك علشان يقويوا التعاون بين جهازات الامن كما عملوا سابقا وقت قاعدين يعني يحاربوا الارهاب هنا في لاك تشاد.